وصل 45 طفلا فلسطينيا وست جزائريين جرحى إضافة إلى مرافقهم مساء الخميس إلى مطار بوفريك العسكري قادمين من مطار القاهرة بمصر على متن طائرتين مجهزتين طبيا تابعتين للقوات الجوية الجزائرية بغية التكفل بهم على مستوى المستشفيات العسكرية ونوادي الجيش بالجزائر، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وكان في استقبال الأطفال الجرحى طاقم حكومي ضم 4 وزراء إلى جانب سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي. أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة أن عملية الإحصاء العام للفلاحة ستنطلق قبل نهاية السداس الأول من العام الجاري. وصرح شرفة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية: نحن على أبواب انطلاق الإحصاء العام للفلاحة الذي سينطلق قبل نهاية السداس الأول، والذي سيعلن عنه بعد اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير عملية الإحصاء. وذكر شرفة بتعليمات رئيس الجمهورية خلال ترأسه لمجلس الوزراء الأخير، حيث أمر بجعل هذا الإحصاء الوسيلة العلمية لإعداد الخريطة الصحيحة للثروة الفلاحية على مستوى الوطن. أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد عن الإعداد الجاري لمشروع دفتر شروط جديد خاص بفتح مدارس خاصة للتعليم، مؤكداً أن تطبيقه سيساهم في تعزيز قطاع التربية. وأوضح الوزير خلال زيارته لولاية المدية أن القطاع يقوم بالتحضير لإعداد دفتر شروط جديد في إطار دعم التعليم الخاص وضمان تأطير أفضل لهذه المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن التعليم الخاص والعمومي متكاملان ويخضعان لنفس المعايير والبرنامج ويشتركان في نفس الأهداف المتمثلة في ضمان تعليم أفضل للمتمدرسين. متكاملان ويخضعان لنفس المعايير والبرنامج ويشتركان في نفس الأهداف المتمثلة في ضمان تعليم أفضل للمتمدرسين. كشف وزير النقل محمد الحبيب زهان عن تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية ب15 طائرة في ولايات الجنوب بدءا من العام القادم. وفي جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أبرز الوزير زهان أن الولايات الجنوبية ستحظى بالأولوية في برنامج توسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية، وأوضح أن الشركة ستشرع في استلام 15 طائرة في سنة 2025 ضمن برنامج يرمي لتدارك النقائص المسجلة، مما سيسمح بتنشيط الملاحة الجوية الوطنية. تم تمديد أجل اختناء قسيمة السيارات لسنة 2024 إلى غاية 30 أفريل المقبل، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للضرائب. وأوضح البيان بأن مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين الذين لم يتمكنوا بعد من اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2024 أن الأجل القانوني المحدد لاقتناء هذه القسيمة قد تم تمديده إلى غاية يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024، وهي القسيمة المتوفرة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد.